حول إيلول. إيلول كرة ثابتة، صعود كل المهاجمين وعناصر أهل البرج طويلة، والحارس في الناحية خليها تخرج إلى 16. الكرة برايجية دائما، لكن تدخل الدفاع البلوزدادي. الكرة تعود إلى إيلول، من هناك إيلول تحرك كثير، يبعد دائما عن الرواد. صعبة هذه الكرة، بن دحمان هو الذي تدخل في الوقت المناسب. وقت جدا أن يكون فيه أهداف في هذا الشوط الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني. إيلول راح تسويبة قوية من إيلول، قوية من إيلول، وست أمتار أمام الحارس فلاح. 12 دقيقة وعشرين ثانية، ما تبقى من الوقت إلا 3 دقائق من الشوط الإضافي الأول، وهذه المحاولة اللي قام بها إيلول سليمان. هجمة معاكسة ليها ناحية إيسومبا، انطلاق بوحربيت، بوحربيت ينطلق بوحربيت وأليكس، بل لبوحربيت الكرة والمحاولة فلاح. فلاح فلاح وبوحربيت ينهيان اللقاء بالتعادل. شاء القدر انه بوحربيت امام فلاح وما يسجلش، لان الحكم اعلن عن نهايه الشوط الاضافي الاول. شوف يعني لقطه كما يقال الحظ ما كانش مع بوحربيت، وكان مع فلاح احمد الحارس اللي تعلق في هذه المقابله حقيقه، وادى ما عليه في نقدر نقول 100 بل يعني 90 دقيقه، 105 دقائق. بن عبد الله ايضا يدخل مكان رقم 31 اللي هو باي، خروج باي، باي يخرج ويدخل بن عبد الله تقريبا تقريبا يعني، ونفس نفس يعني الحفاظ على مجموعه يعني، ويكسب مجموعه وليس اسماء يعني، تكون مدرب وتوصل الى النهائي. وانصار ينتظروا، والمحاوله من حشود ترجع من محاولة من بلوهان. 6 أمتار وسيد أحمد بلوهان وإيلول، سيد أحمد بلوهان وإيلول، يفضل سيد أحمد بلوهان، وخطأ خطأ الحارس. تسمعوني حفيظ في اللحظات الأخيرة من هذا النهائي. محاولة صعبة لصالح شباب بلوزداد، كانت خطيرة، كانت خطيرة من معمري وركنية. البرج ميريت دو غاني وحنا ميريت دو غاني، يعني اون ديسيزيون. يسمى ينطلق وحده، يسمى ينطلق وحده امام الحارس، والهدف والهدف وفلاح وفلاح انقذ الموقف مره اخرى. يا سلام، انقذ الموقف فلاح حقيقه. فلاح اليوم احسن الاداء واضاع فرصه ل التهديف لصالح اهلي برج معرجيج. 13 دقيقة شوف إيسومبا، شوف إيسومبا بالإعادة، شوف يا كريم، وشوف الكرة كيف خرجت جانبية. والنتيجة دائما التعادل 0-0 بين فريق شباب بلوزداد وأهلي برج معرجيج، والحكم يعلن عن نهاية الشوط الثاني الإضافي بالتعادل 0-0، والضربات الترجيحية هي اللي رايحة تحسم الموقف في هذا اللقاء